رمضان كريم وحلقة جديدة وإحنا سايقين. حلقة النهاردة هكلمكم على موضوع مهم جدا 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 وللأسف ما بناخدش بالنا منه إلا لما بتحصل مشكلة، وهو نظام التبريد، تحديدا الرادياتير. خلينا نبدأ كده قبل ما نحكي الحدوتة ابتدت إزاي، تعالوا نربط الحزام ونبدأ نعرف مين اللي فكر في الفكرة دي وفكر فيها إزاي. أول واحد فكر في الفكرة دي كانت في 24 ديسمبر عام 1897 على يد مخترع اسمه مايبخ. ركز معايا في الاسم كويس قوي، اسمه إيه؟ مايبخ. الراجل ده خد براءة اختراع في فكرة نظام التبريد، وهو عبارة عن حاجة بسيطة جدا كده بتوزع المية اللي موجودة في الأنابيب المغلقة دي حوالين الموتور عشان تبرد العربية. أول عربية استخدموا فيها نظام التبريد ده كان عام 1897، وكانت العربية الفونكس اللي كان فيها موتور في مقدمة السيارة. خليني أقول لكم إن الكلام ده في عام 1897 كانت لسه بداية العربيات بقى بتتحرك ولسه الأفكار بتبدأ تتطور فيها بشكل كبير قوي. الفكرة إن مايبخ لقى إن التطور اللي بيتم في صناعة السيارات في الوقت ده محتاج يتم فيه نظام التبريد تطور كبير جدا، وتحديدا التبريد بالدائرة المغلقة. يعني إيه؟ بدل النظام اللي فكر فيه في الأول بشكل مختلف عشان يبدأ يواكب عدد الأحصنة اللي بدأت تزيد في الوقت ده بقوة المواتير اللي كانت بتنتج. لاحظ مايبخ إن في الفترة الصغيرة دي حصل تطور كبير قوي، وكل ما عدد الحصنة زادت كل ما نظام التبريد كان محتاج إنه يزيد عشان الموتور يطلع أداء أفضل. أول عربية زي ما قلتلكوا كانت الفونكس، وفضلت لفترة طويلة بنفس النظام اللي اخترعه مع تطوير شوية حاجات صغيرة فيه، لكن أول تطوير وأول اختلاف بدأ يتغير وهو تطوير شكل مبرد الهواء اللي موجود في مقدمة العربية عن طريق شكل خلية النحل، وتم تقديم براءة اختراع الشكل ده في 20 ديسمبر عام 1900. التصميم ده حل مشاكل كتير قوي العربيات، وأول عربية ظهر فيها النظام ده كانت عربية مرسيدس بقوة 35 حصان، وهنا دي كانت أول عربية من عربيات شركة مرسيدس تحمل العلامة التجارية للشركة دي. الوقت ده حصل تطور كبير جدا في شكل أنظمة التبريد. فكرة الرادياتير كانت أصلا فكرة بسيطة جدا، وهي توزيع سائل التبريد اللي موجود في أنابيب حوالين الموتور عشان يبرد حرارة الموتور. عشان كده مهم جدا نتأكد من نسبة سائل التبريد في الخزان بتاعه، أو تحديدا في القربة اللي موجودة اللي بيتحط فيها سائل التبريد. من المشاكل اللي قابلتهم في الفترة دي نظام الإغلاق اللي موجود في نظام التبريد ده، عشان كده فضل يحصل تطور كبير جدا في أنظمة التبريد. حتى كمان غطيان اللي بتقفل نظام التبريد كان مهم جدا يحصل فيها تطور وفكر مختلف عشان يفضل دايما الضغط داخل النظام ده بطريقة مظبوطة. الفكرة ما وقفتش من يوم ما اخترعها مايبخ، بل بالعكس فضل يحصل فيها تطور كبير جدا عشان توصل المحركات لأفضل أداء من التبريد، وكل ما المحرك تبريده زاد كل ما أداء المحرك كان أفضل، وهو ده اللي الشركات اهتمت بيه بعد كده على مدار السنين. خليني أقول لكم حاجة مهمة قوي، للأسف ناس كتير مننا ما بتاخدش بالها من المية اللي موجودة، أو تحديدا سائل التبريد اللي موجود جوه العربية، وبيكتشف لما تحصل إن الحرارة ترتفع إن فعلا المية مش موجودة. بس خلينا نبص بصة كده سريعة دايما على عربيتنا كل يوم الصبح قبل ما تبدأ تتحرك، اتأكد إن المية موجودة في القربة بتاعتها في العلامة المحددة ليها. طريقة تزويد المية كان مهم جدا إن انتوا تبقوا عارفينها. اتأكد كويس إن العربية باردة تماما، وابدأ افتح الكبوت وافتح القربة بتاعت المية، وابدأ بعدها دور العربية، بعدها ابدأ زود المية لحد العلامة المسموحة، واقفل الغطاء كويس جدا وابدأ اتحرك بشكل مظبوط. من المشاكل اللي الناس بتقابلها كتير إن لما يلاقي العربية سخنت فجأة يروح فاتح قربة المية، فتبدأ المية تفور بشكل كبير جدا من القربة، ودي مشكلة كبيرة قوي، هتعرض اللي بيفتح القربة لقدر الله للحروق لأن المية بتكون في حالة الغليان. في الحالة دي استنى العربية تبرد تماما وبعد كده افتح قربة المية وابدأ زود المية، لكن مهم جدا تكون العربية دايرة عشان المية السخنة مع المية الباردة اللي هتدخل في القربة يحصل ليهم عملية تبديل مع بعض، وما يبقاش في صدمة للمحرك لدخول مية ساقعة مرة واحدة. مهم جدا نتأكد من نسبة المية دائما، وما تستناش العربية تسخن وتبدأ تعمل ده، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة اللي ابتدينا نشوفها اليومين دول. اتأكد دايما من نسبة المية جوه قربة المية كل يوم على الأقل، وزي ما قلتلكوا طريقة التزويد بتتم والعربية باردة، دي أفضل طريقة تزود بيها مية التبريد.
خلصت حلقة النهاردة وإحنا سايقين، استنونا في حلقة جديدة بكرة في نفس الميعاد، ورمضان كريم.